معلومات خطيرة عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت النظام القطري في العام 1996 تذاع لأول مرة في برنامج ما خفي أعظم على شاشة الجزيرة، لتقدم للرأي العام تفاصيل المؤامرة التي حاكتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر. معلومات تعرفها الأجهزة الرسمية في قطر منذ وقوع المحاولة، لكنها لم تتداول في العلن حفاظا على أواصر صلة بين دول الخليج، وأملا في أن تتخلى هذه الدول عن سلوكها العدواني وتفتح صفحة جديدة في علاقات الجوار. بعد أكثر من 20 عاما، المشاركون في المحاولة الانقلابية الفاشلة يروون تفاصيل المؤامرة وكيف نسجت خيوطها الأولى في السعودية والإمارات والبحرين ومصر. فبغرض الإطاحة بالنظام القطري، وفرت هذه الدول للخلية الانقلابية دعما ماديا ولوجستيا سخيا، وعبر عواصمها كان أفرادها يتنقلون بكل حرية للتخطيط وإعداد العدة في انتظار ساعة الصفر. وقال لي يعني الشيخ خليفة، قال أنا خاف من السعوديين، يقول عرضوا علي، عرض علي الأمير سلطان، وخاف من السعوديين دشوا قطر ما يطلعون منها. لم يقتصر الأمر على تشكيل غرف عمليات لمتابعة تقدم الخطة الانقلابية، بل تكشف وثائق نشرت لأول مرة أن السعودية سهل دخول السلاح القادم من مصر والإمارات إلى قطر عبر منفذ سلوى الحدودي. هناك أسلحة مصرية، قذائف RPG، بعض القوادف، رشات القوادف. الأسلحة فعلا جاءت ودخلت عن طريق جسر الملك فهد، وكانت عبارة عن إيش؟ رشاشات عليها مقذوفات. يعني شفت واحدة من الطلقات اللي موجودة مقذوف 40 ملم، عليه ختم جيش الأمارات العربية المتحدة. هذه الدول التي طالبت قطر في لائحة المطالب 13 التي رفعتها إليها عند فرض الحصار الجائر، طلبتها بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، هي التي تتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي القطري منذ أكثر من 20 عاما، وهي تنتهك قواعد حسن الجوار. تجلى ذلك بأكثر وضوح في العام 2014 أيضا، قبل أن يتجسد في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وما ترتب عنه من حصار وغلق للحدود بنية إرباك المجتمع القطري والضغط على نظامه، وهو ما باء بالفشل مرة أخرى. فمن يتدخل في شأن من؟